وقمنا بدراسة أولية لتحديد رواق اللي يقدر يكون فيه يعني مترو سواء سوتينا ولا اونايريا. احنا درنا اون سيمولاسيون بالمونوراي، هذا لو مونوراي هو مترو ايريا، الطول الاجمالي تاعو حوالي 67 كيلومتر، يعني فيه دو لين. الاولى تبدا من حي مختار زرهوني، يكون فيها يعني تقاطع مع التراموي، وتمر على واسمها لاسافيكس، ومن بعد جامع الجزائر صابلات، وتطلع حتى لاكوت، وتكمل حتى لسيدي عبد الله زيرالدا سيدي عبد الله، يمشي مع لاروكات سود. لا دوزيام لين تبدا من واد سمار، عندها تقاطع مع المحطه المترو اللي راهي في طور الانجاز قدام جامعه هواري بومدين، ويجوز كيما ملعب نيلسون مانديلا، ويكمل على لاروكات سود حتى لاكوت. لاكوت يعني بالمونريس، وين يكون تقاطع مع لا بروميير لين، من تم يحبط على بير خادم، طالع على يتبع يعني طريق سريع هذاك تاع اللي يدي البوليده، يهبط البير خادم، يدخل على عين المالحه، واد سمار عنده دوك تقاطع ماشي واد سمار، سمار كي كونستانتين، كاينه ثاني تما محطه تاع المترو اللي راهي في طور الانجاز، يكون تقاطع معها، ومن بعد يوصل حتى البرتوتا. برتوتا على مستوى الطريق شرق غرب، وين يكونوا بعد دي باركينغ غولي، هادو سي دي باركينغ باش الناس اللي تجي من الولايات المجاورة والولايات الأخرى يجي يقدر يركن السيارة تاعه ويأخذ هاد الوسيلة هذه. هذا هو يعني احنا نحاول يعني كما ما هم معمول به عالميا يعني هذه هي النظرة اللي احنا كيش نحوسوا. كاين الناس راهي تستعمل الحافلات، هذوك ما كاش مشكل معهم، المشكلة راهو مع الناس اللي تستعمل السيارات الخاصة. نحاولوا كيفاش كما بولي دي سيادي كما نقولوا باش يخلي السياره تاعو ويروح لوسيله اخرى منها. لازم وسيله تكون جذابه كما المترو، كما حاجه كما نقولوا ان موان ترونسبور دو كاليتي.